هل هو زعيم تابع التابعين؟ بل من أعظمهم، بل قيل في سنة 140 للهجرة هو أعلم أهل الدنيا، بل إن بعضهم فضله على الثوري، بل على مكحول كما في تاريخ الخلفاء للذهبي، كما ذكر ذلك ابن المبارك وقال عنه الإمام أحمد هو إمام، بل إنه أعجوبة زمانه. وهذا الرجل له مزايا وصفات غريبة وعجيبة، هو أسمر، به سمرة رحمه الله، وكان يخضب، وتوفي رحمه الله في حمام لما أغلق عليه شخص الحمام فنسيه فانكتمت أنفاسه فمات رحمه الله. وسيرته مشهورة في تاريخ الخلفاء مما قرأت، وهذا يفيدنا في هذا العصر أنه رحمه الله لما سقطت الدولة الأموية، لما سقطت هناك شخص يقال له عبد الله بن علي، وكان قد أسرف في دماء بني أمية، فأتي بالأوزاعي عنده فقال له: أمخرجنا هذا رباط في سبيل الله؟ مع أن به سفكا في الدماء. فقال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قال له: أدماء بني أمية حلال لنا؟ فيقول: خفت على نفسي من القتل، لكن تذكرت وقوفي بين يدي الله عز وجل فقلت لا، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر الحديث. قال: فغضب فيقول: وأنا أنتظر متى تسقط رقبتي أمامي. فما ظنكم في مثل هذا الزمن الذي تذكر فيه بيانات وتغريدات وتهييج لهؤلاء الشباب أو لغيرهم وسفك للدماء؟ الأمر خطير. فهذه يعني نبذة، وسيرته يستمتع بها طالب العلم ويستفيد منها حقيقةً.